مرة تاني بشكر ربنا لأجل كل تحدي بيحطني تحته إن أحاول أتعلم جديداً عن ما هي المسيحية وما هو الإنجيل، وأعترف بأن الرب لم يخذلني في كل مرة أقترب إليه بإخلاص لكي أتعلم وأفهم مسيحيتي، أفهم الإنجيل الذي آمنت به وخلصت به وفيه أقوم، أتعلم الجديد وأكتشف أعماق لم أكن أعرفها. وأكيد شيء مبهج أن يعطيني الرب الفرصة أن أشارك ما أتعلمه. فالوعظ ثيرابيوتيك، بس مش ثيرابيوتيك ليكم، لكن ثيرابيوتيك ليا. لما الواحد بيكون عنده فرصة أنه يشارك بيفرح، بيتبسط وبيشعر بنعمة. فأنا مديون وممتن للرب اللي بيديني هذا الامتياز أن أتعلم وأن أشارك ما أتعلم. إحنا بدأنا حديثنا بالأمس عن الأخلاق، وكان تركيزي بالأمس على فكرة القواعد. أنا أحتاج أقعد مع إدارة الكنيسة وأتخيل معهم منظر أفضل للموضوع هنا. المسيحية والقواعد، المسيحية واللوائح، المسيحية والشرائع، المسيحية والحرام والحلال، كانت الفكرة الأساسية الجوهرية بالأمس أن المسيحية ليست هكذا. المسيح لم يأتي بمنظومة شرائعية أخلاقية، مجموعة من النواهي والأوامر، افعل ولا تفعل، حرام وحلال، ليست هذه هي المسيحية. وحاولت أن أصيغ الفكرة في هذا العنوان، أن المسيحية ليست الأخلاق في المسيحية ليست قواعد تفرض على الإنسان من الخارج، لكنه كيان أخلاقي داخلي يفيض للخارج. الرب لا يعطينا لائحة يفرضها علينا، لكن يخلق فينا كياناً صالحا يجعل الإنسان صالحا، والإنسان الصالح يفعل الصلاح، فيأتي الصلاح تلقائيا، يأتي الصلاح إبداعياً جديداً في كل تصرف بدون لايحة. مش رابك روحه هو في الموقف ده يتصرف إزاي، هو في الموقف ده يعمل إيه، هو يا ترى الشريعة بتقول إيه عن الموضوع ده، أكل إزاي، أشرب إزاي، أسوق إزاي، أحب إزاي، أغضب إزاي، أعطي إزاي، أخد إزاي، أتكلم إزاي، أتعامل مع المال إزاي، أتعامل مع الجنس إزاي. الحياة مملوءة كل يوم بألاف المواقف والاختيارات، لا توجد لوائح تنظم كل هذه القرارات وهذه الاختيارات. الأمر يحتاج إلى كيان داخلي صالح، ومنين ما يضغط، منين ما يجي الموقف يخرج الصلاح. فالإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، هذا هو تعليم المسيح. لوائح، المسيحية مش لوائح. لكن النهاردة حابب أضيف فكرة جديدة. لما نيجي نتكلم عن الأخلاق، أرجوكم كمسيحيين شيلوا من دماغكم حكاية اللوائح، لكن كمان نفسي نحط بقى حاجة، قصة. المسيحية قصة، ومن وجهة نظري اللي أحاول أن أنا أدافع عنها النهاردة من كلمة الله، أنه بدون القصة مستحيل تعيش الأخلاق. أنت تحتاج إلى قصة تعيش في داخلها علشان تعرف إيه هي الأخلاق الصحيحة التي تتناسب مع هذه القصة. فالقصة ستحدد ما هو الشر وما هو الخير. هوضح الأفكار دي، لكن تاني عايز أكدها، القصة عندما تعيش في داخلها
هي التي ستملي ما هو الخطأ وما هو الصواب، ما هو الخير وما هو الشر. تحتاج إلى القصة، لكن أيضاً وجودك في داخل هذه القصة هو الذي سيملأك بالطاقة لكي تطيع وتتصرف حسناً في كل شيء. اخترت عنوان صعب شوية لكن هشرحه وهيتفهم أثناء العظة. المسيحية ثيونومي and ثيودراما. ثيونومي and ثيودراما. وهنفهم يعني المسيحية ثيونومي، ودي مش هينفع تترجم. وكمان المسيحية ثيودراما. في الثيونومي هنشوف كلمة أونومي، نوموس يعني قانون، ثيو الله. في الثيونومي يصبح القانون الأخلاقي ليس حجر يواجهني لكن خلق داخلي، يتحد الله بي في الداخل، فيصبح القانون نابع من الداخل وليس مفروضا من الخارج. ثيونومي، هنشوف حلاوة التعبير ده بعد شوية، لكن هنكتشف مع بعض ان ربنا مش بس بيعرض علينا في الانجيل ثيونومي، انه يجعل القانون مكتوبا في قلبي. فاكرين النص الحلو ده في عبرانيين 8 وعبرانيين 10؟ اجعل شريعتي في قلوبهم، اكتبها في اذهانهم. يا للروعه، هذا هو الوعد، هذا هو الانجيل، هذا هو الخبر السار، ان لا يكون القانون قواعد مكتوبه خارجك لكن مكتوبه في قلبك. لا يعلمون بعضهم، اعرف الرب لانهم سيعرفونني. هذا هو العهد، اني اجعل شريعتي في قلبهم واكتبها في اذهانهم، فيصبح هناك امتزاج بين الكيان الانساني والكيان الالهي. وبما ان الله هو الكيان الاخلاقي الاعظم، تصبح الاخلاق داخليه وتنبع من داخلي. دي حاله الثيونومي اللي المسيحيه بتقدمها. لكن المسيحية تقدم خارجي ثيودراما. دراما معروفة، ثيو أصبحت معروفة، فلما أقول ثيودراما قصة إلهية أعيش في داخلها. وأحاول النهاردة أبين جمال الحكاية، أدي الموضوع يبقى جميل، أدي فعلا ده خبر مفرح عندما يدعوك الله لتغيير كيانك الداخلي ويدعوك لقصة كبيرة تلعبي دوراً فيها. عندما يخرجك الله من قصتك الصغيرة الهزيلة المملة الرتيبة الروتينية القاتلة، يخرجك إلى قصة كبيرة رائعة، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة. حكاية حلوة، حكاية حلوة فعلاً. أتمنى أن الوقت يتسع لأثبت علمياً، فلسفياً، نفسياً أن الإنسان ما يقدرش يعيش من غير قصة. الإنسان كائن ما يقدرش يعيش من غير قصة، يحتاج إلى دراما يعيش في داخلها. والكتاب المقدس يقدم لنا أروع دراما، أروع قصة. وعندما يتجدد الكيان الداخلي، وعندما توجد القصة العظيمة خارجي، ساعتها هيبان جمال الأخلاق، وهتبقى الأخلاق أفعال إبداعية جمالية. هقول تاني، تصبح الأخلاق أفعال إبداعية جمالية، تتكرر مئات المرات في تعاملاتنا اليومية، في تعاملك مع زوجتك، في تعاملك مع أولادك، في تعاملك مع عملائك، كلها تتحول إلى فرص يظهر فيها خلق جديد لفعل إبداعي أخلاقي جديد. كيف تحيي؟ كيف تغضب؟ كيف تفرح؟ كيف تعطي؟ كيف تتكلم؟ مع كل موقف هناك فعل إبداعي، هناك جمال جديد، والله من فوق يتفرج وهو مسرور، وأنت كمان هتكون مسرور في داخل هذه القصة الجميلة. ساعتها نعرف نتكلم عن الأخلاق، لكن الأخلاق في اختزالها إلى افعل ولا تفعل صراحة تحولت إلى، يعني عايز أقول إيه،
تحولت إلى شيء ثقيل، شيء ممل، تحولت إلى أحياناً متاجرة، لأنه لما توصل إنها لوائح، طب الناموس في 643 وصية ما بين افعل ولا لا تفعل، ده ناموس موسى 643. طب في مليون حاجة تاني ال 643 دول ما يفتوش فيهم، فالحل نعمل مفتي علشان يقول أخطي بأنهي رجل وأتحول إزاي وأتكلم إزاي وأدخل الحمام إزاي وأطلع من الحمام إزاي وأقول إيه لما أعمل كذا فعلا، وتبقى في النهاية قصة بصراحة شكلها إيه؟ قولوا أنتوا عشان ما تحاسبش، أنا بتسجل، أنتوا ما بتتسجلوش. قصة سخيفة. لا أعتقد أن الله يبقى سعيد وهو يرى البشر وتتم برمجتهم ويتم قهرهم ليتحولوا إلى كائنات بس مطلوب منها تنفس. أين الخلق؟ أين الإبداع؟ أين الجمال؟ أين التلقائية؟ أين الحرية؟ أين الأخلاق كما يشتاق الله أن يراها، خارجة ليست إملاء لكن فيضان صالح من الداخل؟ خلوني أأكد هذه الأفكار، ده تقريباً خلاصة الوعظة اللي هوعظها النهاردة. إيه اللي هعمله في الوقت اللي جاي؟ هحاول أأكد فكرة الاحتياج للقصة علشان نفهم الأخلاق بنصين أشرت إليهم بالأمس. لو ما يضايقكمش وتحبوا تقفوا وإحنا بنمجد هذا السكريبت، بنحترم هذا السكريبت، سكريبت القصة، الكتاب المقدس هو سكريبت القصة، خلونا نقرأ كلمة الله بحب وباحترام في سفر القضاة والأصحاح السابع، قصة جدعون وهو يحارب المديانيين. في قضاة سبعة تبدأ القصة بشكل غريب، هي الحكاية بادية من أصحاح ستة لكن أنا هقرأ أجزاء صغيرة. أصحاح سبعة عدد اثنين، وقال الرب لجدعون إن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيدهم لئلا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني. والآن نادي في أذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000 وبقي 10,000. وقال الرب لجدعون لم يزل الشعب كثيرا، انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك، ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك، وكل من أقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. فنزل بالشعب إلى الماء، وقال الرب لجدعون كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فأوقفه وحده، وكذا كل من جث على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم 300 رجل، وأما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء. فقال الرب لجدعون بال300 الرجل الذين ولغوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليدك، وأما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد إلى مكانه. ثم قصة أخرى في صموئيل الثاني أصحاح 23، كلمات داود الأخيرة سجلت في هذا الأصحاح، وبعدين بيوصف أبطال داود. أقرأ عدد 13، صموئيل الثاني 23-13، ونزل الثلاثة من الثلاثين رئيسا، دول أصحاب داود اللي كانوا قريبين منه، وأتوا في الحصاد إلى داود إلى مغارة عدلام، وجيش الفلسطينيين نازل في وادي الرفائيين، وكان داود حينئذ في الحصن، وحفظة الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم. فتأوه داود وقال من يسقيني ماء؟
من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب؟ فشق الأبطال الثلاثة محلة الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب وحملوه وأتوا به إلى داود، فلم يشأ أن يشربه بل سكبه للرب وقال: حاش لي يا رب أن أفعل ذلك، هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم فلم يشأ أن يشربه، هذا ما فعله الثلاثة الأبطال. اسمحوا لي أقرأ كمان آيتين من تكوين 22، قصة الشهيرة تكوين 22. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم، فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. آمين. هذه هي كلمة الرب. تفضلوا. كل حدثة من الثلاثة فيها فعل أخلاقي جميل نمجده ونتكلم عنه ونحاول أن نقتدي به، لكن في الحقيقة هذه الأفعال الأخلاقية الجميلة في القصص الثلاثة تصبح أفعالاً قبيحة لا معنى لها بعيداً عن القصة التي حدثت فيها. حد موافقني على الفكرة دي؟ تعالوا أناقش معاكم الفكرة دي. إيه اللي عايز أقوله من وراء كده؟ عايز أقول تاني، لما نيجي نتكلم عن الأخلاق، فكرة لوائح تنظم كيفية تعاملاتنا في مليون حاجة فكرة غبية وسخيفة وعاجزة عن إنتاج الصلاح، لكننا نحتاج إلى قصة نعيش في داخلها، وكل ما يخدم هذه القصة النبيلة الجميلة العظيمة يصبح فعلا أخلاقية بشرط نبل القصة وجمالها. وأي شيء يفشل القصة ويعطلها يصبح فعلا غير أخلاقي. فنحن نحتاج للقصة أولا لكي نفهم أو لكي نقدر أن نحكم على طبيعة الفعل إذا كان صواب أو خطأ. خلوني أخذ إبراهيم. إيه اللي بيطلبه ربنا من إبراهيم؟ لغاية النهاردة لما بنتكلم في أي بلد في العالم ويكون في يعني إيثيست ملحد عنيف يحاول يستوقفنا بعنف ويقول: أنا سألك سؤال واحد، هل إلهك هو إله إبراهيم؟ ما أنا ما بعرف اللي جاي وراه أول ما بيقول الكلام، فطبعا لازم أقول له طبعا طبعا. بعديها على طول يقول لي: إذا كان إلهك هو إله إبراهيم، من الممكن أن يطلب منك ما طلبوا من إبراهيم، صح؟ ما أقدرش أقول لا. بعدين يقول لي: إله إبراهيم طلب من إبراهيم أن يذبح ابنه. سؤال واحد وحيد تجاوب بيس أور نو، ما تلفش وتدور. لو ربنا طلب منك تذبح ابنك هتذبحه ولا لا؟ زنقت زنقت، أذبح ولا ما أذبحش؟ إن ذبح الأطفال عمل لا أخلاقي، إن ذبح الابن هو الذي جلب القضاء المروع على إسرائيل، هو الذي جلب القضاء والإبادة على شعوب كنعان. عندما أمر الرب إسرائيل أن يوقع القضاء على كنعان كانت الخطية الكبرى والعظمى هي تقديم أولادهم ذبيحة. فكيف أطلب الله من إبراهيم ذبيحة؟ لا، وقال إيه؟ قال إيه؟ يطلع لنا بولس في العبرانيين بعد آلاف السنين
ويقول لك بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب. بالإيمان يا يعني ده مش بس فعل أخلاقي، لكن ده فعل كمان، ده عمل إيمان، عمل إيمان. ويمجد إبراهيم. بعدين يجي يعقوب ويقول لك ألم يتبرر أبونا إبراهيم بالأعمال؟ ألم يتبرر بالأعمال عندما قدم إسحاق؟ واو يا جماعة ارحموني، ده فعل لا أخلاقي. عندك ألف حق، بس سؤالي ليك يا صديق، وده اللي بقوله له، لأنك جعلت الأخلاق قواعد. الأخلاق ليست مجرد لوائح، الأخلاق هي نظام الحياة داخل قصة. قل لي ما هي قصتك، وساعتها أقول لك الفعل ده صح ولا غلط. تعالوا نناقش فكرة إبراهيم في ضوء هذا الأمر. إبراهيم خليل الله وصديق الله. والحقيقة لما نقرأ القصة من تكوين 1 لتكوين 11 نكتشف مفاهيم جبارة عن تلخيص الواقع الإنساني لغاية ما نوصل لتكوين 12. من تكوين 1 لتكوين 11 أنا بحب أسميه Man Project، مشروع الإنسان. بدءا من تكوين 12 لغاية رؤية 22 بسميه Seed Project، مشروع النسل. لأنه في تكوين 12 قال له هيجي منك النسل الذي فيه تتبارك جميع قبائل الأرض. بعد أن فشل الإنسان، فشل مشروع الإنسان لتمجيد الله، أدخل الله فكره الجديد أنه سيقيم نسل جديد فيه يتبارك الإنسان وفيه تتبارك كل الأرض، مشروع النسل العظيم يسوع المسيح. دخل إبراهيم، إبراهيم أنت بداية هذا المشروع، دي الحكاية بتاعت إبراهيم، أنت بداية أعظم مشروع بعد مشروع الخلق. بص إبراهيم، أنا عندي مشروعين، الخلق والفداء. والخلق باظ وفسد، بس أنا مش هعمل ريست، لأنه عملنا الريست، عارفين أسلوب تيتي داتا دي ولا تيتي داتا، شيل الراوتر حط الراوتر، شيل الراوتر نعمل من أول وجديد. فقال له مشروع الريست عملناه في الطوفان والنتيجة باظ التاني وطلعوا أنيل، فمش هعمل ريست، لكن عندي مشروع جديد to redeem. ريديم، أنا ناوي أفدي. عندي مشروع جبار اسمه مشروع الفداء. ومشروع الفداء بتاعي كله يا إبراهيم العظيم هدشنه بيك، هبدأه بيك. والمشروع ده كله بناء ضخم عظيم ستعتمد عليه بركة كل الخليقة، كل الخليقة تعتمد على المشروع ده. لكن أساسه الوحيد إنه الآب بيبذل ابنه الوحيد الحبيب. هذا هو مشروع الفداء إبراهيم، ودي قصة عظيمة جدا. ما تقدرش السنتنسز، ما تقدرش البروبوزيشنز، ما تقدرش الجمل توصف روعة هذا المشروع. الأمر يحتاج إلى تجسيد في الواقع لكي يفهم الناس كم المشاعر المحملة في هذا المشروع، كم التضحية المرعبة في هذا المشروع. يا إبراهيم، لو كانت أقلام الكتاب تكفي لكنت اكتفيت بأن يكتب قصة الفداء قلم أو اثنان أو عشرة، لكن القصة لكي تتجسد وتظهر معالمها وروعتها تحتاج إلى ما هو أكثر من السنتنسز، تحتاج إلى ما هو أكثر من الأيدياز، تحتاج إلى نوفل، تحتاج إلى قصة تحكيها، قصة تشرح مشاعرها، قصة تشرح ألمها، قصة تشرح مخاض عظيم في الداخل ووجع لا ينقطع. أب يبذل ابنه، ده مشروع يا إبراهيم ساعدني فيه، دي قصتي، هذه القصة التي سأنقذ بها البشرية. وهو خليل الله
يحب ويثق فيه وليه علاقة بخليله. على فكرة كانوا بيأكلوا مع بعض، حضرتك متعرفش الحاجات دي، كان بينهم مودة انت بتفهمش عنها اي حاجة. عايز اقول لك ربنا زاره في بيته وقعد معاه، وقبل كده مرة قضى معاه يومين. لما تروح تكوين 15 لقى ربنا قضى معاه وقت طويل. فيا اخي ايه اللي يحشرك بين واحد وصاحبه؟ واحد وصاحبه بيتفقوا على حاجة عظيمة جدا كبيرة، وبينهم كم مودة خطير. هو بيحب صاحبه، صاحبه قال له على حاجة في نظرك ونظري فعل لا أخلاقي، لكن خدها في إطار القصة اللي بينهم. فبكر إبراهيم صباح بدون تردد، هاجي دلوقتي لتعريف أخلاقي. لما أوريكم حيرة الناس في تعريف الأخلاق بعيدا عن القصة المسيحية، هتلاقي إن في ناس بتحلم إن الأخلاق تكون فعل تلقائي، وهيركزوا على دي قوي، وأنا موافق عليه إن الأخلاق لو فقدت تلقائيتها ما تبقاش أخلاق، تبقى حاجة بنسميها بالإنجليزية pretend، يعني بتحاول تعمل حاجة كده، لكن مش دي الأخلاق. أخلاقك اللي تطلع منك وانت مش دريان، أخلاقك اللي يطلع منك لما تضغط، لما تتفاجئ، هي دي الأخلاق، هي دي اللي بتكشف انت ايه من جوه. أخلاقك تبان في أحلامك وانت سرحان وانت نايم. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وصعده محرقة. فبكر، عجيب مش كده؟ مفيش نقاش مفيش تفكير، تلقائي ببساطة كده. وأخذ إسحاق حبيبه اللي قعد مستنيه قد ايه، انتوا عارفين طبعا، قعد مستنيه عشرات السنين إسحاق. لو بتحب تقرأ شوية فلسفة على إيمان، اقرأ الكيركيغرد الفيلسوف العظيم في كتاب اسمه حتى مترجم بالعربي خوف ورعدة، كل الكتاب عن الموضوع ده. وقسم الأخلاق لثلاث مستويات، قال إن المستوى الأول في الأخلاق إن ما يكونش عندك أي قواعد، المستوى الثاني إن يكون عندك قواعد بتنظم، لكن ده مش هو ده الأرقى. مستوى الأرقى تكلم عنه قال الأوثنتيسيتي، أن تصل إلى حالة الأصالة وتبقى الأخلاق طلعة فعل تلقائي إبداعي طالع منك. اقرأ الكتاب ده، كتاب جميل. أخذ إسحاق اللي استناه كتير، شقق الحطب، أخذ معه النار والسكين. وفي الطريق الكتاب يحكي عشان يورينا إيه غرض الحكاية، يسأل إسحاق أبوه، يا أبي هو ذا النار والسكين، أين الخروف للمحرقة؟ واو. أرجوكم معظمكم أباء، حاولت تتخيل وقع هذا السؤال. أذكر واحد من أكبر الشفتس في حياتي اللي خلتني أكره الحياة، اشتغلت شهر في عنبر سرطان الأطفال في مستشفى الشطبي في الأسكندرية، وكان أكتر شيء كرهني في الحياة وخلاني أفكر في الانتحار منظر عجز الأباء أمام أسئلة أولادهم، أسئلتهم الساحقة. بابا هو أنا هموت؟ بابا هو الوجع ده مش هيخلص؟ وببص في عينين الأب. أرجوك تتخيل إبراهيم وابنه بيقول له هو مين اللي هيتذبح؟ هو مش قادر، ما قدرش يقولها له، لكن بتلقائية نطق بكلمة نبوية أصبحت خلاصة الكتاب المقدس، الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. الله يرى الخروف للمحرقة. إخوتي إن قصة الخلق والفداء كلها، قصة المسيحية والصليب والقيامة، قصة يسوع المسيح المخلص، تتلخص في هذه العبارة، الله يرى له، الله will provide، هيقدم الخروف للمحرقة. بعد الحكاية دي بألفين سنة يوحنا المعمدان شاف يسوع جاي، فاكرين الكلمة اللي قالها؟ هو ذا حمل الله الذي يرفع
خطية العالم. والجبل اتسمى جبل المريا، أي الجبل الذي فيه الرب يرى، لكن أيضا الجبل الذي فيه الرب يقدم. أكمل الحكاية بسرعة عشان عندي حكايات كتير. طلع، سواء طالع كان في حيرة فكرية وثقة روحية. فكر في الكلمتين دول، خدهم على جنب كده لما تروح النهاردة ومزمز فيهم على مهلك. كان في حيرة فكرية وثقة روحية. الحيرة الفكرية رهيبة عميقة، مش ممكن، مش ممكن يكون عايزنا نذبحه، دي مش أخلاق حبيبي، دي مش أخلاق صاحبي، مش ممكن. بعدين أذبحه وأحرقه؟ طب وكل المواعيد إنه بإسحاق يدعى لك ناس، معقول؟ أنا مش فاهم، لكني أقنع مع حبيبي بأن أسير غير فاهم في بعض الأمور لأني أثق فيه. يا جمال الحب هنا، يا جمال الحب. كتير واحد من أولادي يخجلني قوي لما يقول لي بص يا بابا، أنا عندي مشكلة معاك، أي حاجة أنا هحبها لو حسيت في الآخر أن أنت مش مقتنع بيها هرفضها بدون تردد. قول لي يا ابني الله يطول عمرك ما تحطنيش تحت الضغط ده، بثق فيك يا بابا. طب أعمل إيه؟ طيب أنا بثق فيك، طيب غصب عني. وكتير أروح للرب وأقول له متى أصل إلى هذا، أن أثق فيك حينما لا أفهمك، وحينما تتضاد رغبتك مع رغبتي. أعتقد أن إبراهيم كان في حيرة فكرية مرعبة، أنا مش فاهم بس واثق، واثق قوي، واثق أنه ما بيغلطش، واثق أنه بيحبني، واثق أنه مش هيأذيني. من فتح رحمها وهي ابنة 90 عاما، من استجاب صلاتي بمعجزة، من وعدني كل هذه المواعيد. لعمري شفت قاسي، ولا عمري شفت كاذب، ولا عمري شفت بيخلف وعد من وعوده. أنا مش فاهم لكن واثق. ورفع السكين وهو مش فاهم، بس فجأة طلعت ثقته في محلتها، في محلها. عايز أقول لصديقي الملحد، طب ليه ما بتاخدش الحكاية على بعضها؟ ليه رحت لقيت لي حتة من الحكاية وحولتها لمبدأ أخلاقي عام بعيدا عن القصة، وبتقول لي يجوز قتل الأطفال أم لا يجوز؟ أقول له يجوز ولا يجوز، دي مش بتاعتنا خالص. إحنا عندنا حكاية بنعيش جواها، وعندنا خلق جديد، عندنا ثيونومي وثيودراما، عندي إله بيخلقني من جوه وبيقودني من بره في حكاية حلوة هو المؤلف والمخرج لها. بستمتع فيها ولاقي نفسي بحقق نفسي كما لم أستطع أن أحققها، وكمان هو بيتمجد من خلالي وببارك الآخرين. لفت الأيام والشعب عمل خطايا كتير، وكانت قمة خطاياهم أيام داود، فربنا زعل منهم وزعل من داود والدنيا عكت، فربنا قرر يأدبهم. وجي الملاك المهلك وابتدى يضرب فيهم. داود قعد يصرخ ويلطم ويقول له اضربنا انا وما تضربهمش. شفق الرب عليه وظهر له الملاك وسيفه، ملاك المهلك وسيفه مسلول في يده ليضرب. تعرف فين ظهر له الملاك ده؟ في بيدر أرنان اليبوسي، في جبل المريا، في نفس البقعة التي بنى فيها إبراهيم المذبح ليقدم إسحاق. بص للملاك وقال له يا سيد السيف المسلول اضربه علي انا، انت ما بتنفعش. ما لو كان اسحاق ينفع كنا خلصناها من ايام اسحاق. لا اسحاق ينفع ولا انت كمان تنفع. لكن يا داود بعد 1000 سنة تقريبا هيجي واحد ينفع، وهيتصلب فين؟ في نفس المكان. ان الجلجثة هي احد التلال في جبل المريا الذي بني عليه الهيكل وقدمت عليه آلاف الذبائح، التي بني عليها المذبح الذي أصعد عليه إسحاق
والمذبح الذي قدم عليه داود الذبيحة. تعرف لما داود قدم الذبيحة حصل حاجة غريبة، اللي مذاكر كويس يعرف إنه خيمة الاجتماع لغاية الوقت ده كانت في حتة اسمها شيلو، بس لما قدم هنا داود قال هنا بيت للرب. وبعد كده لما سليمان جه وصاه إنه يبني هيكل الرب في هذه البقعة، سيعود حضور الله إلى الأرض، سيأتي الساكن بين الكروبيم ويحل على الأرض على أساس غطاء الرحمة المرشوش بدم الذبيحة التي قدمت. سيأتي الرب ويسكن وسط شعبه. إنها قصة جميلة، قصة عجيبة. ثم جاء يسوع المسيح وانكشفت الميثولوجي وطلعت الأفكار اللي وراء القصة، وعرفنا أصل الحكاية، وفهمنا إن في إله عظيم، أب محب قرر إنه مش يقضي ولا يريست، لكن قرر أن يفدي، وسيفدي من خلال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنا ما أعرفش إمتى، أنا ما أعرفش فين، أنا ما أعرفش إزاي اختلى إبراهيم بالله ودار بينهم هذا الحوار. مش بعيد وهو راجع بإسحاق. رب أنا حقيقي سعيد جدا إنك ما خلتنيش أعمل العملة السودة دي وأذبح الولد، شكر دي رحمة منك. بس لما أنت ناوي على كده كان إيه الداعي إنك تعيشني الثلاث أيام السود دول؟ ممكن تقول لي يعني فين المنطق إنك تدخلني في البلوة دي؟ ما أنت شفت وعرفت اللي حصل لي، لا عارف أوري وشي لسارة ولا عارف أتكلم مع الولد، وبتقطع بسكين تلمة كل شوية من جوه، ليه عملت فيا كده؟ بعدين يا رب ما خبيش عليك بصراحة، اللي غيظني منك حكاية الآن علمت أنك خائف الله. يعني معقول؟ يعني أنت عامل الحكاية دي كلها علشان تقول لي علمت أنك خائف الله؟ يعني أنت ما كنتش عارف أن أنا بخافك وأن أنا بحترمك وبحبك؟ وبعدين كان عندك مليون طريقة، يعني دي مجرد خيالات مني، لكن من تعودي على هذا الإله لا أستبعد أنه ممكن تكون حاجة زي كده بتحصل. يعني أعتقد أن الرب كشف له الحكاية، ولما كشف له الحكاية ما عرفش إيه اللي حصل. ومش بعيد لو, لو, لو القصة تمشي في مجرى تاني ويكون كشف له الحكاية قبل ما يعملها، ما عرفش. بس اللي عرفه كويس أن الحكاية كشفت له، والرب يسوع أشار للموضوع ده وقال أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. تهلل بأن يرى يومي. أعتقد أنه في أحد الحوارات قال له إن ابنك، منه سيأتي ابني، منه سيأتي ابني، وسيكون ابني هو النسل الذي فيه تتبارك جميع قبائل الأرض، وابني سيبارك جميع قبائل الأرض من خلال رفع ذبيحة على الصليب، وسأجعل ابنك يا إبراهيم رمزا ومثالا لابني. واو، معقول؟ يعني احنا الاثنين صحاب للدرجه دي، لدرجه انك اخترتني انا من كل الخلق اني انا اللي اكون شريكك في الموضوع ده؟ ده ايه الكرامه والعز والمجد ده كله؟ وعاش متهللا بان يرى اليوم فراى وفرح. دي الحكايه صديقي، دي الحكايه. أنا بقى أسألك السؤال دلوقتي بعد ما أنا حكيت الحكاية، هل تصرف إبراهيم داخل الحكاية دي كان فعل أخلاقي أم لا؟ لما تاخدوا الحكاية من أولها لآخرها وتاخدها بكل تفاصيلها وتاخد الدراما كلها، تصرف اللي عمله إبراهيم لو كان عمل أي حاجة غير كده كانت الحكاية كلها باظت. الحكاية جميلة والأفعال اللي فيها جميلة، لكن ما تقدرش تروح لاقط حتة منهم وتحولها إلى قاعدة أخلاقية. لو ربنا طلب منك ابنك روح
أقدمه؟ ده سؤال غبي ما يتسألش، ده سؤال غبي ما يتسألش. أنا ليه حكاية تاني غير حكاية إبراهيم، وعايش في قصة تاني مع الله، وأي شيء ربنا هيطلبه مني داخل هذه القصة سوف أطيعه طبقا لقصتي وطبقا لمعاملاته معي. وضحت الفكرة اللي عايز أقولها؟ طيب أوضحها زيادة سنة شوية تاني علشان أبقى ريحت ضميري. الحكايتين التانيين اللي قريناهم حكاية حرب، وفي الحرب الكترة تغلب. أنتوا حافظين الأمثال أحسن من الآيات، بس ده ما يمنعش أنكم تقولوا معايا عشان تشجعوني واطمن أنكم معايا. الكترة تغلب الشجاعة. فيا رب يا رب ربنا بيحبك وخلى الناس تطيعك وجاب لك عدد كبير قوي 32,000 يطلعوا معاك يحاربوا لك الحرب بتاعتك، لكن ربنا بص وما فرحش وقال له كلمة غريبة قوي ضد المبادئ بتاعت جدعون: الشعب الذي معك كثير علي لأخلص به إسرائيل، لألا إسرائيل يفتخر علي ويقول إن يدي قد خلصتني. نادي وقول اللي خايف يرجع. رجعوا 22,000 فضلوا له 10,000. قلب جدعون وقع في رجليه. 10,000 يعني احنا في عرض واحد ترجع لي 22,000؟ دي مصيبة ايه اللي انا فيها دي؟ قالوا لا استنى، لم يزل الشعب الذي معك كثير علي لأخلص به إسرائيل، انزل بهم إلى الماء لأنقيهم هناك. ناوي على ايه؟ ناوي توصلهم كام؟ شكلك كده هتطير التلت كمان ولا التلتين؟ قالوا لا أكتر شوي، هطير منهم 9,700 وهسيب لك 300. بس الطريقة اللي اختار بيها ربنا برضو، الأفعال دي أفعال غير منطقية بعيدا عن هذه القصة، لكن القصة نفسها إن في خطر إن إسرائيل يفتخر على الرب ويقول يدي قد خلصتني، وبالنسبة للرب ده شر أبشع من الانتصار. يعني إنه يحقق انتصار بالنسبة لربنا لا، مش دي القضية، إنهم يعودوا تحت سلطة المديانين أفضل عند ربنا من إنهم ينتصروا وبعدين يقولوا يدي قد خلصتني وينسوا الرب إلههم، وتيجي كل أو على الأقل دلوقتي مكسورين بيقولوا يا رب خلص. مفهوم قصدي؟ يعني حتى الفعل اللي عمله ربنا ما يتفهمش إلا داخل القصة دي. جابهم عند المية وبعدين اختار له حاجة غريبة قوي، قال له بص بتبقى المية نازلة كده من الجبال، لو رحت الأرض هناك وتشوف مية نازلة من الجبال، قال له هتعدي بيهم عند المية، اللي يركع ويقعد يشرب اركنه على جنب، اللي هو واقف ياخد على ايده ويلغ بلسانه كما يلغ الكلب وقفه على جنب. وطلعوا في الاخر انه اللي ولغوا دول بيدهم، اللي منحنوش اللي مركعوش اللي خدوا على الماشي، هم اللي ربنا اشتغل بيهم التلتمية دول وحقق الانتصار بيهم. فثبت ان ربنا كان يقدر يحقق الانتصار بالتلتمية ويحمي الشعب من خطية الافتخار، فكان حسبها صح، كان مظبوط في توقعاته. لكن سؤالي اللي أسأله، هل يقدر واحد مفتي مسيحي يطلع لنا من الحكاية دي يقول لا يجوز لأولاد الله أن يشربوا الماء وهم راكعون، ويجيب لها نص ولا ما يلاقيش؟ في نص ولا ما فيش؟ آه في نص كتابي واجعلها كتابي. ويرد عليه واحد تاني يقول له يجوز ولا يجوز، أو يجوز فيها الوجهان، وعندي آية. لا الكتاب المقدس ما تفهمش كده خالص، الكتاب المقدس ما تفهمش كده خالص. عارفين يعقوب ويوحنا عملوا نفس الحركة المرعبة، غبية، حركة مرعبة. يسوع رايح للسامرة، السامريين مرضوش يقبلوه، قالوا له عندنا حكاية، إيليا طلب نار من السماء وحرقهم، ائذن لنا بس خلينا احنا نعملها عشان نتفش، نطلب نار من السماء وتعمل ايه؟ ها؟ تحرقهم وتحرق اللي جابوهم؟ ما انت ما عندكش فكرة السامريين دول. وعندنا آية، احنا مش بنقول حاجة مش كتابية. رب يسوع ما كانش عنده وقت يقعد يشرح شرح طويل، فقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما ابن الإنسان، انتم مش عارفين حكايتي، أنا مش حكايتي أن نهلك خالص، ابن الإنسان لم يأتي لكي يهلك أنفس الناس بل ليخلص الناس. ما يطلع ليش واحد مفتي ويقول لا يجوز لأولاد الله الجنود المحاربون أن يشربوا الماء وهم راكعين، ما ينفعش تقول كده، لأنه ما فيش أي عيب في شرب الماء وانت راكع وانت واقف وانت نايم وانت في أي حاجة، ما فيش أي مشكلة، لكن هناك كانت قصة. هذا
التصرف تصرف أخلاقي بديع في حدود القصد. إيه التصرف الأخلاقي البديع؟ الناس دول شغوفين على المعركة، عايزين يشتغلوا مع الله بكل قلبهم، عايزين يروحوا فعلا يخلصوا القضية، فما عندهمش وقت إن هم يركعوا ويعبوا من المية، فخدوا بسرعة على الماشي لأن هناك غرض أسمى من إشباع احتياجاتي. جمال مش كده؟ يعني لما تلاقي ناس في الحرب وصلوا للرقي إنه حتى ما عندهمش وقت إن هم يشبعوا احتياجاتهم لإيه؟ للمية. قصة راقية، جمال أخلاقي، بس جمال أخلاقي في حدود هذه القصة. الحادثة الثالثة والأخيرة أعتقد أنه نفس الكلام، داود قاعد والفلسطينيين عند بيت لحم عازلين البلد محاصرينها، داود لوحده ومعاه الرجالة بتوعه، أحلام وألام وذكريات وحيرة ورعب وخوف وشجاع، كل الحاجات مع بعض. وبعدين تأوه وقال من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب. تعرف يا داود معنى الطلب ده إيه؟ إن الناس دي، هو طبعا اكيد اكيد ما كانش يقصد ان في حد فعلا هيتجن في دماغه ويروح يجيب، لانه معناه انه يروح يشق صفوف العدو ويروح بيت لحم يجيب الميه ويجي، لكن في ثلاث رجاله بيحبوه عملوا كده وراحوا جابوا له الميه. اول ما جات له الميه تنبه لخطوره هذا الماء، فقال حاشا لي ان اشربه، انه دم هؤلاء الرجال الثلاثه، وسكبه للرب. ايه العيب ان داود كان يشربه في الوقت ده؟ العيب ان واحد يجيب لك كوبايه ميه وتشربها؟ لا، داود قال لا، شرب الميه في الوقت ده عمل لا اخلاقي طبقا لهذه القصه. تخيل منظره فعلا، بصراحه انا لو واقف كنت اتفرست منه. وبتشربه كده ببساطه، يعني بتشرب كده الميه؟ بصراحه انت سخيف. يعني الرجاله الثلاثه دول يخاطروا بحياتهم عشان انت في الاخر تروي طب ومالها الميه اللي موجوده جنبين؟ هي ميه البير بتاع بيت لحم يعني فيها ايه زياده عن الميه اللي حواليك؟ وعشان ذكرياتك ومشاعرك تعرض عائلات للخطر، تهدد حياه ثلاث اسر؟ ده ايه الافتراء ده؟ افتراء الملوك اللي ملوش معنى ده. داود ادرك ان الفعل الاخلاقي الجميل، أن الذي يستحق أن يضحى بالحياة من أجله مش الملك لكن الرب، فسكب الماء لربه كأنه يقول اللي يستاهل مثل هذه التضحية مش أنا. جميل الفعل مش كده؟ أصبح فعل داود فعلا أخلاقيا في إطار هذه القصة. لألا الوقت ما يسعفنيش، فعايز أوصل للكونكلوجن وبعدين أرجع لشوية التفاصيل. روعة المسيحية أن الرب يسوع المسيح الذي مات على الصليب من أجل خطاياي وسوى قضيتي مع الله وغفر خطاياي وبررني وصالحني مع الله وعدني ووفى بوعده من جهة أمرين. الأمر الأول أنه خلق في داخلي خليقة جديدة، كيانا جديدا يحب الصلاح، وسأظل إلى أبد الآبدين ممتن له لأنه علمني كيف أحب، علمني من خلال هذا الكيان كيف أبغض الشر، علمني ما قاله يوحنا إن علمت أنه بار هو، إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل مولود منه يصنع البر. إني مديون لك يا إلهي بهذا الكيان الأخلاقي الذي أستشعر في داخلي يلزمني أن أتكلم بالاستقامة، أن أحب أخي، أن لا أصنع شراً للقريب، أن لا أؤذي أحداً، الذي جعلني ممتناً ومديوناً لك منبهراً بك. أنا فخور وفرحان بهذا الكيان الأخلاقي الذي بطرس يقول لي عنه لقد صرتم بهذا الكيان شركاء الطبيعة الإلهية. خلق في الداخل، لكن يسوعي مسيحي مخلصي بعدما صلحني مع الله وغفر خطاياي وخلق في هذا الكيان تعهدني بأن يكون راعيا يقودني من يوم إلى يوم
في مضايق الحياة، في حواريها وشوارعها، يأخذني من يوم إلى يوم لكي ألعب دوراً رسم مسبقاً في قصة عظيمة هو الذي كتبها. وأصبحت الحياة بالنسبة لي مثيرة، جميلة، أحبها، أحب أن يأتي علي يوم جديد لكي ما أستمتع بالدهشة من جديد. ماذا خبأت لي اليوم في قصتنا معا؟ إلى أين ستقودني؟ وماذا ستفعل بي؟ وليس بالضرورة أن الأمور المثيرة المدهشة في القصة تكون على المنبر أو تكون في خدمة عظيمة، لكن مرات في نظرة عيني ابني لي، في حضن زوجتي، في امتنان من شخص خدمته. كل يوم هناك ما يثير الفرحة والبهجة والدهشة، حياة مثيرة جميلة. وأجمل ما فيها أنها تكمل بعضها وتسير طبقاً لنهج مرسوم مسبقاً. فحياتي ليست خبط فوضوي، ليست مجرد نغمات نشاز لم تجد مايسترو يضبطها معاً لتصنع لحناً بتوزيع بديع، لكن هناك قائد أوركسترا يجعل طبي مع علمي، مع تواضعي، مع فقري، مع ضعفي، مع انكساري، مع نقاط قوتي، كل شيء في فوجئت أنه يستخدمه معا ويجمع كل الأشياء معا ويجعلها تساعدني في أن أنجز هذا الدور. والأجمل من هذا كله إني أجد أن دوري يتناغم مع أدوار الآخرين، فأختي هنا تلعب دوراً، وأخي هنا يلعب دوراً، وهذا الشاب الصغير يلعب دوراً، والذي علمني يلعب دوراً. ويا للبهجة عندما أجد دوري يتكامل ويتناغم مع أدوار أخوتي لننجز قصة عظيمة يتمجد الله بها. وفوق الكل، كل يوم مفاجأة، كل يوم مفاجأة. كررت وقلت وسأظل أكرر، عندما سألني ابني لماذا تحبه، قلت له يا ابني لأنه لم يكف يوما عن أن يفاجئني. يفاجئني المسيح ليس فقط خالق لكيان جديد، لكنه كاتب لقصة جديدة. الخلاص في المسيحية خلق داخلي وقيادة خارجية في أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. هذا هو الخلاص، هذا هو الخبر السار، مش سما وجحيم، مش سما وجحيم، مش طاعة وصايا علشان ربنا يبقى في صفك وربنا يبقى معاك، لكن قصة بديعة. كلمة نحن عمله، نحن تحفته. وماذا تتوقع؟ أنا لما بشوف عمل الفنانين بجد بجد ببقى في حالة ضآلة، وأنا مذهول من حجم إذا كان فن موسيقي ولا رسم ولا نحت ولا شاعر. إيه ده؟ إيه الإبداع ده؟ إيه العظمة؟ طب تخيل الله في إبداعه شكله إيه؟ تخيل الله لما يقول عنه نحن عمله، أي نحن تحفته، نحن الفن بتاعه. أتوقع إني أرى الجمال، وجمال عمل الله يظهر في أخلاق الإنسان، في تصرفاته التلقائية. هناك نظرية لا أعلم مدى دقتها تقول أن الأجرام السماوية اللي بالملايين، من كام يوم اكتشفوا حتة كده كانت مستخبية في أندروميدا فيها 500 مليون نجم، ملايين. بيقولوا أنه في حاجة اسمها سيليستيال دانس، أن كل النجوم والكواكب في حركتها بترقص، تصنع رقصة متناغمة، مش مجرد حركة وبس. وأتخيلوا أنه يريد أفعالنا الأخلاقية في النهاية أن تكون heavenly dance، رقصة روحية أخلاقية تتناغم معا، هذا يتناغم مع ذاك، وذاك يتناغم مع هذه، وهذه تتناغم مع تلك،
والله يرى عمله ويشتاق إلى عمل يديه. ده قاله أيوب، قال له تشتاق إلى عمل يديك. هذه هي قصة المسيحية. أختي أخي، لما بدعوك أن تقبل المسيح مخلص، أرجوك أكون يعني اسمح لي أكون واضح معاك حتى لو كنت ممل في التكرار. أنا بدعوك لثلاث أشياء. بدعوك أن تتوحد مع المسيح يسوع علشان ثلاث أشياء. الشيء الأول لكي تغفر خطاياك وتتبرر أمام الله. الشيء الثاني علشان الرب يسوع يخلق في داخلك كيان أخلاقي جديد. والحاجة الثالثة عشان ياخدك من إيدك وتلعب دورك في القصة العظيمة. واضح كلامي؟ واضح؟ واضح مال؟ ولا أنا بقول لوغاريتمات؟ يسوع المسيح يخلصك خلاصاً قضائياً، خلاصاً أخلاقياً، خلاصاً وجودياً. قضائياً يسوي قضيتك مع الله لأنك مذنب ولازم تعرف أنك مذنب وكاسر قانونه الأخلاقي. أخلاقي لأنه الكيان فسد والأوائم مش هتصلح حاجة. الأوائم مش هتصلح حاجة. لكن كمان في خلاص وجودي ياخدك وتلعب دورك في القصة الإلهية العظيمة. لو وقتي خلص في أي لحظة فأنا كده مطمن أني وصلت الرسالة، لكن لا أخفيكم سرا كانت هذه هي المقدمة. هو خلاص الوقت خلص، لكن أنا مجرد هقول بعض الأفكار أسيبكم تفكروا فيها. أنا درست في علم الأخلاق وشفت وحسيت كم الحيرة اللي الناس فيها، وما كنتش مدرك ليه الحيرة دي كلها، ما كانتش بتنور قدامي، لكن أخيرا نورت قدامي، لأنه ما كانوش واخدين بالهم إن الناموس فشل وعاجز. ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية، دان الخطية في الجسد ليتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. عارفين إيه معنى الآية دي؟ إن الناموس لما جه من بره عجز إنه يطلع مني أي حاجة عدلة، لكن الله أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية وعمل الدينونة وعمل الموت والقيامة علشان يتم حكم الناموس. يعني كل مطالب الناموس تتم، بس مش في الناس اللي تحت الناموس، لكن في السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. حيرة علماء الأخلاق، خلوني أوريكم شيء من هذه الحيرة. اتفقوا جميعا على أهميتها وحتميتها. ملحدين كانوا أو مؤمنين، آمنوا بالله أو رفضوا وجوده، لكني رأيت أن فلاسفة وعلماء الأخلاق اختلفوا بشدة على كل شيء بخصوص الأخلاق، ذاتية أم موضوعية، كونية أم محلية، مطلقة أم نسبية، حادثة contingent أم transcendent متجاوزة، نتائجية consequential أو وجوبية categorical. وأقدر أقعد بقى عد حيرة 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 ومحدش عارف يفتي، رغم أنهم متفقين على أهميتها. ألبرت كامو فيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي الملحد يقول الإنسان بدون أخلاق هو وحش تم تسيبه. وحش تم عنده ألف حق، طب هتهلنا، طب اعملها لنا، ما يعرفش. واحد مفكر سعودي احترمه كتب من فترة قريبة هذه العبارة، أرجوك اسمعها وانظر إلى شوق البشر وتطلعهم إلى الأخلاق وإحباطهم في غيابها. بيقول إيه؟ كنت أظن أن الذي يحبني
سيحبني حتى وأنا غارق في ظلامي، حتى وأنا مليء بالندوب النفسية، حتى وأنا عاجز عن حب نفسي، سيحبني رغما عن هذا. ولكن لا أحد يخاطر ويدخل يده في جب بئر، كلهم يريدوننا بنسختنا السعيدة، الظلام لنا وحدنا. هذه صرخة، صرخة عطشة إلى حب غير مشروط، إلى حب مسيحي. مفروض أن الكنيسة موجودة في العالم علشان تبينه وتظهره وتطلعه، لكن بيقول لا، الظلام لنا وحدنا، كلهم يريدوننا بنسختنا السعيدة. لا أحد يجرؤ أن يضع يده في جب بئر. إن شوق البشرية الغارقة في الظلام إلى الأخلاق المسيحية الراقية التي ترقى فوق لوائح النهي عن المنكر والأمر بالمعروف والحلال والحرام، لكن شوق البشرية الصارخ ليلا ونهارا إلى حب يرتقي فوق هذا كله، إلى أن يعكس قلب الله الذي أدخل يده في جبنا، بل غاص في حمأة طينتنا عندما مات على الصليب من أجلنا. هذا الحب المسيحي كيف تسنه قواعد؟ كيف تنظمه لوائح؟ كيف يمكن صياغته في شرائع؟ إنه كيان أخلاقي يفيض ويهب نفسه للآخر. عشان كده بولس يكتب عن الناموس الأخلاقي في المسيحية، يقول المحبة هي تكميل الناموس. مش محتاجين ناموس، إذا أحببت فقد كملت الناموس. حيرة وعطش وصراخ، ولسه فلسفة الأخلاق عمالين ينظروا. بص تعريف مثلا، تعريف ده خلاصة السايكولوجي والسوسيولوجي والأنثروبولوجي. يقول إيه؟ تعرف الأخلاق على أنها مجموعة من القواعد والعادات السلوكية، قواعد وعادات سلوكية التي يعتنقها ويؤمن بها مجتمع ما. قواعد ونسبية، لاحظ، لأنها بيؤمن بها مجتمع ما، فتغدو ملزمة مفروضة من برة، حتمية من الخارج لسلوك الأفراد، ومنظمة لعلاقات الإنسان بالآخر وبالمجتمع. وتختلف هذه السلوكيات من زمن لآخر ومن مجتمع لآخر. فاكرين الحكاية المأساوية اللي حكيتها، اللي حصلت في تورونتو امبارح؟ حكيت حكاية مأساوية. النهاردة يعني بقيت، طب يعني اللي بيفجر روحه ده وبيموت الناس صح ولا غلط؟ يقول لك ما نقدرش نقول صح ولا غلط، it's relative according to his culture، بالنسبة للكولتشر بتاعته ممكن يكون صح. ما انت مدنش، مش من حقك انك تدين، خلاص. هل هذا يصل؟ هل يمكن ان تكون الاخلاق نسبية؟ هل من الممكن ان يأتي يوم علينا؟ طب اقول لكم على حاجة مرعبة. من عدة اسابيع او شهور شفت الاعلان ده في كاليفورنيا ملزوق على شجرة، مكتوب عليه من فوق Pedophiles are people also. الناس اللي بيحبوا الجنس مع الأطفال هم ناس برضو. وبعدين من تحت because love is love. هو السيكشوال بريفرنس بتاعه إنه لا بيحب امرأة ولا بيحب راجل، هو بيحب أطفال ولازم نديله حقه. أنت مين أنت علشان تقوله إن الجنس مع الأطفال غلط؟ بتاع إيه تقوله إن الجنس مع الأطفال غلط؟ على أي أساس؟ على اساس الحق. حق ايه يا عمي؟ الحق ده بتاعك انت. ليه تفرق؟ ده بيسموها كده باور موف، ده يعني سلطه، محاوله سيطره على الاخرين وحرمانهم من حقوقهم وحريتهم في الحياه. هذه حلوا بقى يا بتوع الاخلاق، وروني مين يجرؤ دلوقتي يقول ان ده غلط وده صح في الممارسات الجنسيه. جون ديوي الفيلسوف الأمريكي الشهير وواحد من أكثر الذين دفعوا في الاتجاه المادي يضعها في مقابلة مع الأنثروبولوجي، فيقول الفرق بين علم الأخلاق والأنثروبولوجي أن الأنثروبولوجي وصفي، لكن الأخلاق علم الأثكس مش ديسكريبتيف لكن بريسكريبتيف، معياري، هو يحدد للبشر. يعني برضو فكرة لائحة محطوطة
من برا. أنا كاتب هنا أسماء بعض الفلاسفة. أفلاطون يقول: تتمثل الأخلاق في كبح شهوات الإنسان والتسامي فوق مطالب الجسد، بالالتفات إلى النفس والروح وتوجيههما لتحصيل الخير والمعرفة ومحاربة الجهل. كلام جميل حلو يوافقوا عليه كتير قوي، بس عندي سؤالين في منتهى القوة لي وما أعتقدش أن عنده إجابة. كبح شهوات الإنسان، من أين القوة لكي أكبح شهواته؟ وأكثرنا إخلاصاً سمعناه يصرخ قائلاً: كل ما أريد أن أفعل الحسن أجد الشر حاضر. ما أسهل أن المنبر يقول ما تعملش وما تعملش وما تعملش. يا عم اديني قوة من جوه علشان ما أعملش. هذا اللي بيقوله أفلاطون أبو الفلاسفة وعظيمهم وكبيرهم. لكن كمان يقول لك التفات إلى النفس والروح وتوجيهها. توجيهها لإيه؟ إيه الحكاية في الآخر؟ يعني عشان أوصل ليه في الآخر؟ اديني حكاية حلوة تستاهل ان انا اضحي. توجيهها ليه؟ علشان يعني اتجوز واخلف، لا لا، اتعلم واخد الشهادة واتخرج واشتغل واتجوز واخلف، خلصت الحكاية. حكاية سخيفة بصراحة. يعني لو قالوا لي حلوة ولا ملتوتة هقول ايه؟ اكيد ملتوتة، دي ملتوتة بطين. يعني هي اخرتها، يعني اخرتها يعني جوازة وخلفة، هي دي آخرتها بجد؟ طب مأساة ولا مش مأساة دي؟ شكلكم مش مقتنعين. اللي متجوزين جداد ولسه في الفرحة، one day you will know. جمال الأسرة وجمال الزواج إنه جوه الحكاية كبيرة، ولو طلع بره الحكاية كبيرة بقى مصيبة. ولو تقرأ الحكاية من أولها، هو عمل الحكاية الأول وبعدين الجواز، عمل الجنة وعمل الشغلانة وعمل الرسالة، وقال له هتبقى بتمثلني وهتبقى مبدع. كنت بكتب من كام يوم عن الكالتشر مانديت، المرسوم الثقافي سيطلق في العالم لكي يخلق الحضارة والثقافة في أروع صورها. وبعدين قال آدم لوحده ما ينفعش، أصنع له معين النظر، عشان مع بعض يبدعوا ويكملوا ويتمموا. الجواز لو طلع برا الميشن مصيبة، ملوش لازمة، الحكاية أسبق من الزواج. لكن أفلاطون بيقول تكبح الشهوات، لا بيديني قوة ولا بيديني حكاية برا. أرسطو، اسمع الكارثة اللي بيقولها أرسطو. يرى أن الأخلاق مرتبطة بسعادة الإنسان التي هي غاية وجوده. جعل السعادة هي غاية. يبقى الراجل بتاع البيدوفيلز عنده حق، لأنه هو ده اللي هيسعده، هو بيتمزج بالطريقة دي. فيعرف على أنها الأفعال الناتجة عن العقل من أجل الخير الأسمى، السعادة. ومبارح قلت العقل يدلني وحزني على العقل. العقل أصبحوا يسخروه لخدمة الرغبات. على فكرة اسمع المقولة دي، قالها واحد من أشهر فلاسفة أمريكا. قال: لم أرى شراً أخلاقياً إلا ووجد أستاذاً في إحدى الجامعات يبرره ببيبر، ببحث. هات لي أي شر أخلاقي يخطر على بالك، هجيب لك بيبر وهجيب لك بروفيسور عامل أبحاثه لكي يبرره. قد أصبح العقل خداما للشر. كانت ده بقى فيلسوف الأخلاق العظيم، ده أكبر وأضخم فيلسوف في الأخلاق. ارتبطت الأخلاق عند كانت بالإرادة النابعة من عقل الإنسان الواعي لا من رغبته، ورأى أن التمسك بالأخلاق وفعل الصواب واجب أخلاقي. كانت ده دمه تقيل، لأنه عمل إيه؟ عمل كتاب اسمه نقد العقل، العقل المحض. نقده، وكانت نتيجته أنه راح مطلع ربنا من القصة خالص، وقال لك ما نقدرش نعرف فيه ربنا ولا ما فيش. بس بعد ما عمل العملة السودة دي ومشي وراه، شعر أنه الحضارة هتنهار. ليه؟ فكر بطريقة تانية. قال العدل أساس بناء الحضارة، ونحن نعلم أن الناس تموت دون أن تنصف ودون أن تعاقب. لذلك لابد أن يكون هناك أفتر لايف، حياة أخرى بعد الحياة، يتم فيها إنصاف من ظلم وعقاب من ظلم. ولكي يحدث هذا لابد أن يكون هناك قاضي، ولابد أن يكون القاضي كلي القوة، قادر أن يعاقب كلي الحكمة لكي لا يخدع، كلي العدل لكي ينصف. إذن لابد أن يكون هناك قاضي
عادل. يبدو أن هذا القاضي العادل القوي الحكيم هو الله. وبناء عليه، حتى إذا كنا لا نؤمن بوجود الله، فعلينا أن نتصرف وكأنه موجود لكي تستمر الحضارة. إيه رأيكم في السخافة دي؟ وعشان كده سموه فيلسوف as if. لو سألت أي واحد درس فلسفة مين هو فيلسوف as if، يقول لك كانت، لأنه قال ما فيش ربنا بس لازم نتصرف كأنه في ربنا عشان الحضارة تستمر. ليه؟ عشان الأخلاق. فراح عمل كتاب تاني علشان يلحق فيه المصيبة اللي عملها ومجد فيه أهمية الأخلاق. لكن كلام سخيف. أين الحافز؟ أين الدافع من جوه؟ وأين القصة؟ وأين القوة لكي أعيش الأخلاق؟ وعشان إيه أعيش الأخلاق؟ ما عيش أستمتع ورايح. وفعلا عشان كده الناس ممكن يبصوله بسخافة. وعلى فكرة واحد من أهم تلامذته اسمه يوهانا هيردر تمرد عليه وقال له أنا مش مجرد عقل، أنا أريد أن أشعر، أريد أن أعيش، أنا عايز أعيش. تقعدش بقى توجع لي دماغي بكلام في العقل، أنا عايز أعيش. نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. جان جاك روسو يعرف الأخلاق على أنها الأحاسيس الطبيعية التي تجعلنا نميز بين الخير والشر، نتفادى ما يلحق الأذى بنا وبالآخرين، ونميل إلى ما يعود علينا والمجتمع بالنفع، وهي ما تميزنا عن باقي الكائنات الحيوانية. نيتشه كان أصدقهم. نيتشه بعد ما قال ربنا مات قال الأخلاق يجب أن تكون نابعة من الإنسان نفسه. حلو، ده صح، بس ايه رأيك لما يبقى الإنسان بلعت مجاري من جوه؟ هنعمل ايه؟ فعلى كل فرد أن يبني عالمه الأخلاقي الخاص الذي لا يعتمد على العقل وحده، إنما يمثل الإنسان كله بنقائصه وانفعالاته قبل حكمته. Be yourself بكل الهباب اللي فيك. ده نيتشه. والنهاردة في كتير يقول لك أنا كل اللي عايزه I want to be myself. أيوة بس yourself دي شكلها ايه حضرتك؟ شكلها ايه؟ هي زي ما هي. عايز بيدوفيلز خد، عايز مش عارف اطلع زي ما انا. تخيل، هذه هي تعريفات الفلاسفه للاخلاق. مش ازعجكم بالتقسيمات اللي قسموها، لكن الفيلسوف المتشائم الكبير شوبنهاور بيقول كلمه جميله بينقض بيها كل اصحابه اللي قبليه. بيقول الفضيله لا تعلم تماما كالعبقرية، وسنكون حمقى لو تخيلنا أن نظمنا الأخلاقية التي نضعها يمكنها أن توقظ الفضيلة في قلوب البشر، تماما كمن يتصور أن تدريس علم الجمال يخلق في البشر موهبة الشعر والنحت والموسيقى. الفضيلة ما تتعلمش، هو بيقول كده، ما ينفعش تجيبها من برا. واو، عندما أضع سيدي المسيح وسط كل هؤلاء وهو يرى القواعد ويقول السبت جعل من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت. الإنسان هو الغاية، وخلق الكيان الأخلاقي في الإنسان هو الغاية العظمى. الفلاسفة المسلمين والفقهاء الحقيقة أنا بشوفهم أنهم كتبوا كلام أفضل من اللي الفكر الغربي أنتجه في هذا المجال من وجهة معينة. مثلاً واحد ابنه اسمه ابن ماسكاوي. ماسكاوي بيقول الأخلاق هي حال للنفس داعية إلى، جميل العربي هنا، حال للنفس داعية، يعني حالة داخلية تدعوه، داعية إلى أفعالها من غير فكر ولا روية أو روية. يعني حاجة تطلع تلقى. أعتقد أنه رائع في الوصف، بس ما قليش منين تيجي، منين تيجي، منين أن النفس توصل للحالة دي. تيجي على فكرة من حاجة اسمها خلاص النفس. نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. عندما تخلص النفس تصل إلى هذه الحالة داعية إلى أفعالها الجميلة دون فكر أو روية. الجرجاوي يقول الأخلاق جمع خلق، وهو هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر
من غير حاجة إلى فكر وروية. الراغب يقول الخلق والخلق في الأصل واحد، لكن خص الخلق بالشكل والهيئة والصور المدركة بالبصر، وخص الخلق بالقوة والسجايا التي تدرك بالبصيرة. عجبني التعريف ده، لأنه بسبب شغلي غصب عني لما بقعد مع أي إنسان من ساعة ما بيدخل، لأن الوقت بيبقى محدود، أنا ببقى مركز على شكله ولا على نفسه؟ أنا عايز أفهم دماغه، عايز أفهم مشاعره، عايز أفهم نفسه. فبأول ما حد بيتص فيه على طول بروح ناطط على نفسه، فبقيت بشوف النفوس أكتر ما بشوف الأجساد. فاعتقادي يعني أزعم أنه بقى عندي كده يعني مشكلة، معرفش هي مشكلة ولا لا، لأنه إنه بتعرف على نفوس الناس قبل ما أتعرف على أشكالهم، وده شيء مخيف، شيء مخيف فعلا، لأن هناك كم كبير من محاولات إخفاء النفس. لكن النفس علينا أن نعرف أن لها هيئة، وهيئتها هي أخلاقها، وهي حتما ستبدي هيئتها للبصيرة وليس للبصر. علينا أن ندرك أن نفوسنا قد تكون جميلة وقد تكون قبيحة، وهي حتما سوف تعرف وسوف تخرج. فكن حريصا، كن حريصا، لأن الأفعال التلقائية ولا سيما تحت الضغط، ضغط الرغبات أو ضغط الظروف، يكشف النفس ويعريها. وأنا بجهز للموضوع ده كنت بقول طب وأنا إيه الكلمة اللي ممكن أقولها لهم؟ يعني لو عايز أختار كلمة واحدة فاخترت كن جميلا. حب أنك تكون جميل، بس جميل من جوه. اكره القبح الداخلي، لكن كيف تكرهه وأنت لم تلتقيه؟ كيف تكرهه وأنت لم تواجهه؟ بتقف قدام المراية كذا مرة في اليوم تشوف الشكل الخارجي، لكنك لم تتعرف قط على حجم القبح الداخلي. وأخالك إن رأيته أو عرفته كل ما تفعله أنك تهرب منه أو تريح ضميرك من جهته بفعل ديني أخرق تعود وتكرره بدل المرة مئات، ويظل القبح كما هو، ولم تصرخ من يجملني من الداخل، من يذهب عني قبحي، من يغير كياني، إن قبحي قد بلغ حتى الأحشاء، من يخلق في كيانا جديدا، من يأخذني إلى قصة بديعة تجعلني أحقق جمالي الداخلي في الخارج. التشخيص المسيحي للقصة هو أن البشر يوم حدث السقوط وأكلوا من الشجرة، مش كلوا عشان يعرفوا الخير والشر، لأنه ده معناه أنه لو ما كانش يعرف الخير والشر ما يتحسبش، ما يتحسبش. لكن الاختيار مش كان للمعرفة، الشجرة اسمها معرفة الخير والشر، لكن الاختيار كان لامتلاك سلطة تحديد الخير والشر، تعريف الخير والشر. اركن على جنب انت، انا اللي هحدد ايه هو خيري وايه هو شري. ده هو السقوط، وده اللي بنسميه في لغة الفلسفة أنومي، حالة من الأنومي، كتبوا عنها كتير في علم الاجتماع. أنومي انه غياب المعيار، غياب النقطة، غياب ربنا، فما عادش حد عارف ايه الصح وايه الغلط، حالة الأنومي، السقوط. اليومين اللي فاتوا قريت بحثين، بحث عن فضيلة الامتنان وبحث عن فضيلة الانبهار. تخيلوا دي أبحاث علمية بحتة في مجلة اسمها Psychology Today، هي اللي نشرة الأبحاث دي. إن الشخص اللي بيكون ممتن بتكون أخلاقه أفضل في تعامله مع الناس، والشخص اللي بيعيش منبهر عنده حاجة بتبهره، عنده sense of awe، ده بيأثر عليه إيجابياً في تعاملاته مع أسرته ومع الناس. بس السؤال اللي بيطرحوه، كيف يصل الإنسان إلى حالة الانبهار وحالة الامتنان؟ نجيب له منين حاجة تمونه دايماً بشوية انبهار وشوية امتنان؟ اسمع كلام الكتاب في رومية واحد، لما عرفوا الله لم يمجدوه انبهار، ولم يشكروه امتنان كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء،
وفي النهاية يقول لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفة. المصدر الوحيد للحاجتين دول الانبهار والامتنان. الوحيد الذي يحتفظ بي ممتنا ومنبهرا هو إله. طلع لي حد تاني في الدنيا ممكن يعمل فيك الحاجتين دول. أكيد المرسيدس يوم ما جات كانت بتبهر صح؟ وأكيد كنت ممتن، بس عدت قد إيه منبهر وممتن؟ لغاية ما اتخبطت. كتبت مرة إنه فعلا الشعور بالانبهار ده لازم لسعادة الإنسان ولنجاحه أخلاقيا، لكن قلت إن كل الأشياء التي انبهرنا بها تفقد قدرتها على إبهارنا بمجرد امتلاكها، ومعرفتنا بالأشخاص الذين ننبهر بهم تتناسب عكسياً مع عمق معرفتنا بهم. كلما نعرفهم أكثر نلاقي انبهرنا بيقل أكثر، وبالتالي نحن نحتاج إلى ما هو أكثر من شيء وليس مجرد شخص. الأشياء تفقد قدرتها على الإبهار بعد يومين ثلاثة، والأشخاص يفقدوا قدرتهم على الإبهار مع العمق في معرفتهم. أحتاج إلى شخص يدخلني في علاقة معه يظل دائماً يبهرني، يظل دائما يبهرني، يخلق في السنس اوف او افري داي، كل يوم في علاقتي مع هل ده ايوه. اقرا المزامير وانت تلاقي ناس منبهرين. اقرا بولس وهو في السجن عمال فائض من الانبهار، بيقول يا جماعه اموري آلت اكثر الى تقدم الانجيل، لدرجه ان الانجيل وصل لبيت قصر. انتوا متخيلين؟ اتوا بي لكي يحكم علي، اتوا بي لكي يقيدوني في سجن قيصر، فاطلقت بيت قيصر احرار، أنا حررتهم، جابوني يسجنوني هنا، أنا حررتهم هناك. ينبهر ولا ما ينبهرش؟ السجان يديله علقة مدلة وبالليل يتعشى معاه في بيته وعمال يغسل له جراحاته. طب حاول تتخيل المنظر ده، قبليها بساعتين عمال يضربه بالعصر وبقية الليل عمال يمسح له في رجليه ويمكن يبوس رجليه ويقول له سامحني. طب تبهر ولا ما تبهرش؟ دي أهو ده اللي مع يسوع على فكرة، ده على طول من ده مع يسوع، إبهار. لكن كمان الامتنان. كتب واحد من المفكرين الإنجليزي العبارة الجميلة دي، قال الناس يحتاجون بشدة إلى الامتنان، لكن ليس ينقصهم ما يجعلهم ممتنين، لكن ينقصهم الشخص الذي يمتنون له. بص العمق بتاع العبارة دي. الناس عندها حاجات كتيرة تخليها تمتن، لكن مش مشكلتهم في نقص الحاجات، مشكلتهم في نقص علاقة مع شخص أمتن له. أنا إنسان محتاج حبيب أبقى ممتن لي. أجمل مشاعر تغذيك إنسانياً لما حد يمتن ليك أو أنت تبقى ممتن له، ترقق النفس الإنسانية. إحنا ديزايند، مصممين من الأصل أن نكون في علاقة مع الله الذي يبهرنا والذي يحتفظ بنا ممتنين امتناناً سوياً. لكن جاء الأنومي وفصلنا عن الله، والأنومي أسقطنا في حالة بنسميها الأوتونومي. الأوتونومي يعني أنا بقيت كبير نفسي، سيد نفسي، يفعل كل واحد ما يحسن في عينه. حبوا يعالجوا لهم القضية بتاعت الأوتونومي اللي جات من حالة الأنومي، راحوا عملوا لهم الهيترونومي. الهيترونومي يعني يجيبوا لهم قانون براهم يخضعهم ويقهرهم، وده كل الدين بقى، حط تحت العنوان ده كل الديانات بما فيها الديانة المسيحية في الأيام دي، عبارة عن مجموعة من الفرائض والطقوس والوصايا والأوامر والنواهي، تعملها هيحدفوك حدف على السماء، مش هتعملها ربنا هيحدفك حدف على جهنم، ويمكن هم كمان يحدفوك على جهنم. هي دي الديانات، هيترونومي، قوانين خارجية. جاءت المسيحية تعالج الأنومي وتعالج الأوتونومي وتعالج الهيترونومي بقصة عجيبة اسمها ثيونومي. أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم، فلا يعلمون بعضهم بعض اعرف الرب، بل يعرفونني من الصغير إلى الكبير، ينجذبون وراءه. لكن مش بس اداني الثيونومي، اداني الثيودراما، خلق لي قصة أعيش بداخلها. خلاصة اللي أنا قلته، عندي خبر حلو ولا ما عنديش؟ ها؟ بعد كل اللي قلته من نص ساعة، ساعة ما قلت خلصت، خبر حلو ولا مش خبر حلو؟ خبر حلو، خبر حلو. يسوع بيدعوك ليه، خلص لك الملفات قضائية وتاخد سك الغفران وتغني صفحاتي بيضاء بيضاء بيضاء، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في
في المسيح. يسوع دفع الثمن. فيش هللويا عندكم في مصر الجديدة؟ بيض صفحاتي، الآن أنا في حضن أبي، تصالحت مع أبي، لا أخاف منه، ألقي بنفسه في حضنه، بابه مفتوح، لا محضره بدون باب بعد أن شق الحجاب، لن أقف خارجا أستجدي الدخول، أدخل بثقة إلى عرش النعمة بدم يسوع. ملفاتي تبيضت صفحاتها، لم يبقي علي ذنبا أو خطية لم يمحوها، نجاستي أذهبها وأبعدها عني إلى الأبد، لا يعود يراها ولا يذكرني بها، لقد سامحني، أنا مغفور الإثم. لكن يسوع بعد أن خلصني قضائيا مستعد أن يخلق فيك بقوة إلهية كيانا أخلاقيا ينبع الصلاح بتلقائية، لا تحتاج أن تقهر لكي تفعل، لكن يخرج منك الصلاح بانسياب، لكن أيضا يقودك من يدك الراعي، يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها ويذهب أمامها وهي تتبعه، وعندما تنحرف رجلي عن المسار يمينا أو يسارا أسمع صوته الحنون يجلجل في أعماقي معيدا ومذكرا سر دعوتي، اتبعني أنت، اتبعني اتبعني اتبعني. لم يزل أمامنا كثير من الأدفنتشر، لم يزل أمامنا الكثير من الاكتشاف والعمل، إن الثيو دراما غنية، إنها أعظم من دراما شكسبير، إنها أعظم من ألحان بيتهوفن، سأجعل من حكاية قصة عظيمة ولحنا جميلا، فأنت مخلوق في لأعمال صالحة. فولو مي، تعال ورايا وهوري لك إن الحياة حلوة وتستحق أن تعاش، بعيدا عن النظم الدينية الفاشلة، بعيدا عن القواعد التي لم تنجح إلا أن تظهر مزيدا من فساد البشر وتخلق لنا مونسترز، تخلق لنا وحوشا لا بشرا. تعال يسوع يجعلك إنسان ويجعلك نفسك ويجعلك تعيش هذا اللحن الجميل في قصته. أمين. تقبل الدعوة دي؟ تقبل الخبر الحلو؟ الخبر ده أنا ناقل خبر، لكن صاحب الخبر ومصدر الخبر هو هذا الكتاب. إما أن تؤمن أنه صادق أو تسيبك من القصة كلها، لكن حكاية الكتاب ده من أوله لآخره هي قصة الله. رب بيدعوك النهاردة ما تروحش من غير ما تاخد قرار نابع من مفهوم واقتناع. أمين. سامح هيرنم معانا ترانيم كتير، واحنا لغينا الاجتماع التاني عشان تاخدوا راحتكم، او انا اخد راحتي في الوعظ، انا خلصت. خلونا نوقف مع بعض مع سامح واحنا بنرنم. وزي ما قلت امبارح، فرصة الترنيم ليها غرضين من وجهة نظري، يعني مشافتي في الترنيم يا سامح، بس يعني ممكن تكون قادر تتجاوب وترنم وده شيء رائع ويبقى كويس انك تعمل كده، لكن اذا ما رنمتش المرنم مش هيصعب عليه منك، يعني لانك انت مش بترنم له، بس ممكن احيانا تقعد تسمع الترنيمه تخلق فيك حاله من التواصل مع الله، فسامح بيرنم يا اما ترنم معاه يا اما انت تصلي. لكن لو هتسرح اطلع من دلوقتي وريح روحك، لكن الوقت اللي جاي يا اما تسمع وياخدك الصوت واللحن الجميل والفكر إلى حضرة الله فتتحدث معه، وإذا شعرت أنك عايز تقول عبر وقول إذا كنت صادق في اللي بتقوله.